رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما هو معلوم أن الهيئة الإسلامية في مدينة يافا المنتخبة أقيمت في بداية أعوام الثمانينات بهدف المحافظة على الأوقاف والمقدسات الإسلامية في مدينة يافا. وكما هو معلوم أن هذه الأوقاف والمقدسات الإسلامية قد عانت ما عانت من التهميش ومن المصادرة ومن الانتهاكات التي قامت بها المؤسسة الإسرائيلية بهدف تصفية هذه الأوقاف وهذه المقدسات. فكان لزاما على أبناء مدينة يافا، على مسلمي مدينة يافا، بأن يقيموا هذا الجسم المبارك وهو الهيئة الإسلامية المنتخبة من أجل انتزاع حق المسلمين في هذه الأوقاف ومن أجل المحافظة على هذه الأوقاف. ومن هنا جاء الهدف السامي لهذه الهيئة الإسلامية وهو المحافظة على الأوقاف والمقدسات الإسلامية في مدينة يافا. وكما هو معلوم أن من لا يهمه أمر المسلمين فليس منهم، على كل مسلم منا في مدينة يافا أن يسعى لإنجاح هذه الهيئة وأن يشارك بقوة في الانتخابات القادمة لهذه الهيئة الإسلامية، لأن نجاح الهيئة الإسلامية هو من نجاح الانتخابات. فكلما كان النجاح الانتخابات أكبر وكان نسبة التصويت أكبر لهذا اليوم، لهذا الحفل الانتخابي، يكون رصيد للهيئة الإسلامية وسيكون مرجعية للهيئة الإسلامية، وسيتخلى العمل الهيئة الإسلامية المقبلة بالنجاح بإذن الله. فنحن نهيب بجميع المسلمين في مدينة يافا من النساء ومن الرجال، من كل من تمت له الشروط بأن ينتخب في هذا اليوم، أن لا يبخل بصوته، أن لا يبخل برأيه، أن يقبل على لجنة الانتخابات في هذا اليوم الذي سيعلن عنه لاحقا، وأن يشارك في اختيار الأشخاص المناسبين ليقوموا بدورهم في المحافظة على الأوقاف والمقدسات الإسلامية في مدينة يافا. فنحن ندعوكم جميعا كبارا وصغارا بأن تهبوا لانتخاب من ترون به مناسبا لأن يحافظ على المقدسات الإسلامية في مدينة يافا. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.